حبيبي تعالى سلم على طنطك. هلو هلو ازيك؟ تمام. بقولك ايه، انا جيت اخدك تيجي تقعد معايا انا وجدتك يومين ثلاثه كده، ينفع؟ اه. طب يلا روح وده بشنطتك وما تنساش معاك المايو. كويس ان حضرتك قاعده مع طنط سام. يا علا، سهام مش بابا، ولو انا وافقت ان الولد يجي يعيش معاكم فده كان علشان يعيش مع اولاد من سنه ويعرف يخرج من المصيبه اللي هو فيها، مش علشان انا خايفه عليه من سهام. بس الولد ما كانش مرتاح مع جدته. ايوه، لانه يعني لانها جت زياده عن اللزوم، بس ده مش عيب يمنعها من تربيته. العيب ده اذى ناس هي كانت بتربيهم، والناس دي اذت ناس ملهاش ذنب. حبيبتي، لو بتلمحي ان تربيه سهام خلت ملك تقتل اخوكي فانت كده تبقي غلطانه. ياما في ناس عاشت في ظروف اقسى من كده وما كانوش خطر لا على نفسهم ولا على حد تاني. اللي عند ملك ده مرض عيا، اي حد فينا ممكن يعيا بيه. بس لو كانت سهام أحن شوية يعني كان يمكن عرفت تحتوي الموضوع. اللي أنا متأكدة منه إنه سهام مش غلطانة في حاجة، هي مش السبب. بصراحة المسؤولية عليكم كلكم. أنا يهمني الولد، الولد وبس، لأنه حقيقي ملوش ذنب. سهام، سهام يا سهام، تصدق يا راجل يا صغير انت بيتك ماشي قوي من غيرك قوي. عارف عامله لك ايه؟ الوفيز اللي بتحبه وكيك كمان. يلا ادخل اوضتك وغير هدومك كده ويلا عشان ناكل. يلا نقص منك حتة لما عبرتي له عن مشاعرك.